نظم مركز تعز الحقوقي ندوة خاصة عن الإرهاب الحوثي، الجذور والممارسات وخطره على السلم المحلي والعالمي، بهدف بلورة وعي مجتمعي لتعرية عقيدة وفكر هذه الجماعة الإرهابية التي أهلكت الحرث والنسل باليمن منذ 6 سنوات. انتهاك الحق في الحياة، حيث بلغ إجمالي الضحايا القتل خلال 6 سنوات من الإرهاب الحوثي على المدنيين والأبرياء 9300 قتيل، بينهم 540 امرأة و1060 طفلا، وبلغ إجمالي ضحايا الإصابة والتشوه 22442 مصابا، بينهم 1460 من النساء و3461 من الأطفال، وبنفس الأساليب ووسائل الإجرام المستخدمة في حق الإنتاج للحياة. وبخصوص جرائم الاعتقال والاختفاء والتعذيب، فإن ما توصلت إليه المنظمات 20133 ضحية، بينهم 428 امرأة و112 طفل. عندما نعود للوثيقة الحوثية نجد أنه حتى الثقافة جعلوها حكرا له، فهم ورثة الكتاب بحسب نص الوثيقة. قالوا: فالذي نعتقده أن الله تعالى يصطفي من يشاء من عباده جماعة وأفراد، ونعتقد أن الله سبحانه اصطفى أهل بيته فجعلهم هداة للأمة وورثة للكتاب من بعد رسول الله. إذن هو احتكار للنص القرآني، ثم احتكار للسنة النبوية. الميليشيات الحوثية استخدمت الإرهاب بكل أشكاله وألوانه ضد المدنيين، فالألغام والعبوات تسببت بمقتل 1111 إنسان، منهم 80 امرأة و174 طفلا، أما المشوهين ف 1270 مصابا. أما إرهاب تدمير المنازل والمساجد فبلغت 750 مبنى، وبلغ عدد الانتهاكات للحريات الصحفية والحقوقية 7674 انتهاكا، توزعت بين القتل والاعتقال والإخفاء ومصادرة الممتلكات. الهادي الرسي، هذا المحور الثاني، الجذور الفكرية للإرهاب، الخلفية ذكرناها الآن وهي أنه حقد فارسي، حقد فارسي بامتياز. الجذور الإرهابية الدينية، الكتاب موجود، كتاب الأحكام للهادي، شروط الخليفة 14 شرط، شروط الخليفة الفاطمي الهاشمي رجل عالم مجتهد، ما يكونش مبوقة الأصابع، ما يكون شعرك، يعني من هذه الخبابير. أسوأ شرط وأخطر شرط دمر اليمن إلى اليوم الشرط الثاني، وأن يخرج الخليفة، أن يكون من البطنين الشرط الأول، الشرط الثاني أن يخرج هذا الخليفة بالسيف يقتل من لم يبايع. من خلال تحليل الجرائم الإرهابية الحوثية الثابتة خلال 6 سنوات، تبين وجود جرائم إرهابية حصرية كجرائم صناعة وزراعة الألغام وتفجير المنشآت ومصادرة المرتبات وتخصيص كل إيرادات الدولة لقياداتها وخطف المواطنين من منازلهم واعتبارهم أسرى حرب وإخفاء النساء بسجون خاصة كأول عصابة في اليمن تنتهك خصوصية المرأة وتعذيبها وإخفائها. ومن الجرائم الإرهابية الأكثر وحشية استهداف الأطفال وقتلهم وتجنيدهم والزج بهم إلى معارك الموت.